تحت رعاية الرئيس السيسي أعلنت وزارة الداخلية مدى فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر يوليو الجاري. ويأتي ذلك في ظل الإقبال الشديد والمشاركة الفعالة من المواطنين ولإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من السلع والتخفيضات التي أتاحتها المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية. بعد الإقبال الكبير والمشاركة الفعالة من المواطنين، تم مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من السلع والتخفيضات التي أتاحتها المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية. مبادرة ممتازة جدا، واحنا نشكر الرئيس انه هو عمل لنا المبادرة دي. كل السلع الأساسية متوفرة وكثرة وموجودة، يعني بعكس أماكن تانية كتير وبلاد تانية كتير يعني عندهم نقص في الحاجات دي. احنا الحمد لله ربنا كرمنا ومتوفر لنا الحاجات دي وبأسعار كويسة، فربنا يخلينا سيادة الرئيس. يعني نشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة، ونتمنى تطول أكتر من كده بكتير، نحن محتاجين سلع كتير منها. يفرج بصوت يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وفرة كبيرة في المعروض على شتى أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة في كل فروعها، بإجمالي 1002 منفذاً لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية التي أثرت على كافة المنتجات. احنا مجرد انطلاق مبادرة كلنا واحد واشتركنا فيها، عاهدنا الله وعاهدنا الشعب المصري ان احنا نرفع لايب على المواطن البسيط، واحنا مبادرة كلنا واحد مرحلة 22 مدينا المبادرة لحد نهاية شهر 7 وبتخفيضات تصل 60%. احنا مكملين بكل السلع المطلوبة للسوق المصرية كلها، موفرينها بأسعار مناسبة. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة ديت، لان احنا كل حاجة بنيجي هنا نلاقيها متوفرة بالنسبة للسلع، والأسعار بتاعتها كويسة جدا. بنشكره ان هو حاسس برضو بينا بالمواطن بالنسبه للاسعار والحاجه متوفره، مفيش حاجه ناقصه. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه، تشارك في المبادره منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه من خلال منافذها التي تصل ل 1026 منفذا ثابتا ومتحرك، متواجدة في الميادين والشوارع الرئيسية المنتشرة في كافة المدن والمحافظات بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح. انا كنت داخله بصراحه منفذ امان عشان اجيب شويه حاجات من هنا للبيت، فلقيت مبادره كلنا واحد بيوزعوا كراتين حلوه ب 50 جنيه وسعرها حلو قوي. هنا كل المنتجات وكلها اسعارها كويسه، فيها كل كماليات البيت، اسعار ممتازه كويسه 100 100، فرج عن السوق بره. وقد حرصت الوزاره على الاعلان عبر موقعها الالكتروني على شبكه المعلومات الدوليه على أماكن تواجد المنافذ الثابتة والمتحركة للوصول إليها بكل سهولة ويسر.